كلها عشرة. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله نبدأ، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد إن شاء الله تعالى. نرحب باللجنة الكرام جزاهم الله خير، الأستاذ حمود السمي والأستاذ وصل عطياني والأستاذ فواز العزيزي. يا مرحبا بكم، تشرفنا بكم، والله يا ربي يكتب على يديكم إن شاء الله التوفيق والسداد. ونشكر كذلك جمهورنا الكريم اللي شجعونا ما شاء الله، وكانت ردة فعلهم فوق الممتازة على هذا البرنامج، وأعطانا دعم ودافع أن نجتهد ونبدأ التصفيات بدري، وبعد العيد بإذن الله تعالى بيبدأ البرنامج فعليا إن شاء الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والله إن شاء الله يدلنا لما فيه الخير ورضاه سبحانه وتعالى. شكرا أبو صالح، الله يعطيك العافية. أما الآن نترككم مع تقرير لأحد البرامج، أبو صالح الله يعطيه العافية وقناتنا قناة الواقع، يعني جهودها في خدمة الموروث الشعبي عظيم، سواء نظم أو المحاورة الآن.